السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. طبعا أنا بعتذر عن الفترة اللي انقطعت فيها عن المحاضرات نتيجة لأن أنا كنت مشغول الفترة اللي فاتت جدا، لكن بإذن الله هنرجع نكمل مع بعض إن شاء الله اللي بدأناه في المشوار الخاص بالفاير فايتنج. المحاضرة ديت إن شاء الله هتبقى آخر محاضرة في سلسلة المحاضرات الخاصة بالسبرينكلر سيستم، لأن بعد كده بإذن الله هيبقى في سلسلة خاصة بالستاند بايب والفاير هيدرانت، سلسلة خاصة بالجاز سيستم، وفي سلسلة خاصة بالفوم والووتر سبراي والووتر ميست سيستمز، عشان بكده يكون بإذن الله خدنا كل السيستمز الخاصة بالفاير فايتنج سيستم وإزاي إن إحنا بنعملها ديزاين وإمتى بستخدمها وفقا للأبليكيشن اللي أنا موجود عندي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وكتير جدا بيسأل فيه، اللي هو خاص بالجريد سيستم. الجزئية بتاعت الجريد سيستم دي احنا قلنا إن هي طريقة من الطرق الخاصة بتوصيل البايبنج، إن أنا بعمل مين لوب بالشكل ده أهو، بعد ما بوزع طبعا السبرينكلر في المكان بعمل مين لوب يعني ماسورة رئيسية، ومن الماسورة الرئيسية ده هي بوصل بعد كده، نظبط بس الـ OS تمام. بعد كده بنوصل مجموعة من البرانشات بالشكل ده، اللي هي بتغذي مجموعة الرشاشات الموجودة عندي في المكان. المين لوب بتبقى السايز بتاعها ثابت، البرانشات برضو السايز بتاعها ثابت، هنعرف ازاي بنعمل السايزنج ده هي. ومن اهم الميزات الخاصه بالجريد سيستم ان هو بيوفر لك من ناحيه الضغوط، يبقى بيحسن لك من الفواقد الموجوده عندك في الشبكه، وبالتالي هحصل على طلمبه بضغط اقل عشان خاطر اشغل الشبكه بتاعتي. والحاجه التانية ان هو بيوفر في الهدر بتاع المواسير نتيجه ان السايز كل واحد، فهنا مش هضطر بقى ان انا اقطع مثلا 2 متر مقاس 2 بوصة وبعد كده 3 متر 3 بوصة، فتبص تلاقي في هدر في المواسير كبير، ده لو استخدمنا اللي هو التري سيستم. لكن لو استخدمنا الجريد سيستم فبتلاقي السايز بتاع الماسورة كل واحد، وبالتالي هنا تقريبا الهدر بيبقى ايه، بيبقى اقل بكتير جدا من ايه، من اللي هو السيستم بتاع التري. لكن انا بستخدمه امتى الجريد سيستم؟ بستخدمه في مكان مفتوح زي الجراج اللي قدامنا ده تمام. الجراج اللي قدامنا ده مكان مفتوح ما فيهوش عوائق كتير، في بعض العمدان اللي في النص تمام، فهنعرف ازاي ان احنا نوزع فيه مجموعة الرشاشات. طبعا توزيع الرشاشات برضو هنا بيبقى اسهل بكتير من الاماكن اللي فيها فراغات كتير او متقسمة حوائط. بعد كده بيبقى سهل في عملية التوصيل، ان انا مش بضطر ان انا اعمل سليفات كتيرة في المكان، على العكس طبعا لو كان مكان متوزع فيه فراغات كتير او غرف كتير، يبقى لما باجي امشي بالماسورة بتاعتي ببص الاقي نفسي ايه، خارم في الحيطان اللي انا بمشي فيها، وبالتالي هنا في كل فتحة بعملها في الحيطة بحتاج سليف، وكل سليف من دهيت بيبقى له تكلفة، وبالتالي هنا بتزود من الكوست بتاعت المشروع. طيب يبقى هنا تعالى بقى نرسم القصة دهيت. أول حاجة تعالى نجيب اللي هي البلوك بتاع الرشاشات، هناخد بس الرموز من هنا أهو ونحطها هنا عشان خاطر نبدأ ايه نشتغل بيه. اول حاجة ازاي ان انا اوزع رشاشات في مكان مفتوح زي كده تمام. يبقى اول حاجة بعملها بروح راسم لاين، اللاين ده هيبقى بطول الجراج
بالشكل ده، نقيس الطول ده هتلاقيه 40 متر، والطول التاني هتلاقيه 40 متر. يبقى هنا طول الجراج زي عرضه يبقى 40 في 40 متر. طيب ايه درجة الهازارد بتاع الجراشات او البيزمنت اللي بيبقى فيها عربيات؟ يبقى هنا درجة الهازارد بتاعتها اوردينري هازارد جروب 1. طيب لما بنقول اوردينري هازارد يبقى هنا المساحة اللي بيغطيها الرشاش قد ايه؟ يبقى 12.1 من 10، او بيغطي بالظبط 12.1 من 10 متر مربع. وبالتالي هنا بوزع السبرينكلر بتاعتي هي على مسافات 3 و4 متر. يعني مثلا اللاين ده هوزع المسافة ما بين السبرينكلر والتاني 3 متر، يبقى التاني هوزع المسافة ما بين السبرينكلر والتاني قد ايه؟ 4 متر، بحيث ان ايه، يبقى 3 في 4 يديني ال 12 متر مربع الخاصين بالسبرينكلر او المساحة اللي بيغطيها الرشاش نفسه. طيب يبقى هنا هعمل ايه؟ يبقى هقول 40، تعال نشوف كده كام رشاش موجود عندي. يبقى 40 على التلاتة يبقى يطلع حوالي 14 رشاش. طيب يبقى هنا نعمل ديفايد لللاين ده بكام بقى؟ 14 ولا 28؟ حد فاكر؟ يبقى ضعف عدد السبرينكلر، يبقى هنا احط 28. تمام. اجي بعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح جايب السبرينكلر اللي هو عندي بالشكل ده، الرمز بتاعه اهو. هل هنحط بندنت ولا ابرايت؟ هل في سيلينج هنا؟ يبقى الجراشات دايما ما بيبقاش فيها سيلينج، يبقى بالتالي هنا نوع الرشاش اللي انا هستخدمه اللي هو الابرايت سبرينكلر، يعني الرشاش اللي بيبقى الديفليكتور بتاعه متوجه لاعلى. تعالى كده ايه، نعمل اري ونحط كام؟ نحط 15 ونسيب واحدة ونحط على التانية. يبقى أنا كده بسهولة جدا رحت موزع إيه؟ موزع الرشاشات بتاعتي بالتساوي، والمسافة ما بين كل رشاش والتاني، تعال نجيب اللي هو الدايمنشن أهو، نلغي ده حتى ونحط الدايمنشن هنا فوق عشان أنا بستخدمه كتير. يبقى المسافة ما بين الرشاش والتاني هتلاقيها كام؟ هتلاقيها 2.85 من 100 متر. تمام. يبقى كده أول حاجة وزعناها في الرشاشات. طب عايزين نوزع بشكل عرضي، تمام، هنعمل إيه؟ يبقى هنا عندي ال 40 متر، يبقى أقول 40 على الكام؟ يبقى على 4 متر، يبقى يطلع معايا 10 سبرينكلر. وبالتالي هنا أعمل ديفايد لللاين ده ب 20 سيكشن، بحيث ان انا اقدر ايه، اوزع على واحدة واسيب واحدة عشان خاطر اعمل التوزيع اللي هو اكس واتنين اكس. طيب المفروض كنا عملنا بلوك للمعمار ده قبل ما اشتغل عليه عشان ما يحصلش معايا اللي بيحصل دلوقتي. طيب بعد كده ننقل الخط ده كله على ايه؟ على اول لاين بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده هنبدأ ايه؟ هنبدأ نكابير المجموعة السبرينكلرز دهيت على ايه؟ يبقى نعمل كده سيلكت سيميلر اهو، نشيل اللي هو اللي عمل له تسليك فيه الجدول اللي احنا بناخد منه بلوكات، وبعد كده نبدأ نكابير اهو، نعمل سيو اهو بالشكل ده، وعلى واحدة ونسيب واحدة بالشكل ده. تمام. يبقى كده تمينا عملية ايه؟ عملية التوزيع. هتبص تلاقي ان انا مضطر ان انا اعمل شوية تعديلات بس كده في السبرينكلر، يعني المنطقة مثلا بتاعة الران، تمام. يبقى هنا مش ما ينفعش ابدا ان انا اركب فيها ابرايت سبرينكلر، لا، بعمل لها حماية تانية عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هو سايد وول سبرينكلر، بحيث ان العربية تبقى معدية. يبقى هنا مفيش مشكلة ان هي ممكن تخبط في ماسوره او ان هي تكسر سبرينكلر، لا، انا اروح مركب سايد وول سبرينكلر بحيث ان انا احافظ على المنظومه بتاعتي، وفي نفس الوقت ابقى عملت حمايه للمكان بتاعي.
احيانا بتبقى بعض الرامبات بتبقى مفتوحه للسماء، يبقى هنا مش بوفر لها وسيله حمايه اصلا، لان انت حتى لو ركبت رشاشات وكان عندك الرامب نفسه مفتوح للسماء، يبقى الدخان نفسه هيتصاعد لفوق، وبالتالي هنا الحساسيه نفسها او ان الرشاش يحس بالحراره هيبقى صعب جدا. يبقى كده ما بعملهاش حمايه في حاله اذا كان مفتوح للسماء الرامب، اما اذا كان مقفول يبقى هنا الرامب ده بعمل له حمايه عن طريق السايد وول سبرينج. يبقى تعالى نشيل كده السبرينكلر ده وده وده، ده برضه هنشيله. تعالى نشيل اللي هو السكشنز اهي، نمسحها خالص، والخطوط اللي احنا استخدمناها. هتبص مثلا تلاقي هنا المنطقة بتاعت السلالم، يبقى المنطقة بتاعت السلالم برضه ايه، يبقى بتتعمل فيها حاجة تانية. المنطقة بتاعت السلم أو الكوريدور بتاع السلم والأسانسير بيبقى فيه سيلينج، يبقى هنحط فيه بندنت سبرينكلر. تمام، نقيس المسافة ما بين الرشاش والحيطة، لو كان أكتر من 2.3 يبقى هنا هعمل إزاحة بس كده للرشاشات دهية. تمام، بحيث إن هي تعمل التغطية بتاعتي، لأن المسافة ما بين الرشاش ده والحيطة المفروض إن هي لا تزيد عن 2.3 من 10. يبقى انا كده عملت ايه، عملت توزيع للرشاشات بتاعتي في المكان ده او في الجراج ده بسهوله جدا، ما خدتش مننا وقت خالص في عمليه التوزيع. هاجي هنا مثلا ابدا ايه اوزع برضو رشاش، هنا المسافه قد ايه 3.5، يبقى هنا اكابير بندنت سبرينكلر. المنطقه اللي هي زي ما قلت لك الكوريدور او المنطقه اللي فيها السلم والاسانسير بتبقى فيها سيلينج، يبقى هنا احط ايه، احط بندنت سبرينكلر. دي في الغالب هتستوعب 2. تعال نشوف كده طولها قد ايه، 9.7، لا يبقى هنا هتستوعب المفروض 3 سبرينكلر. تمام، يبقى هنا تعال نعمل لها ديفايد الاول اهو، يبقى ديفايد على الستة، وبعد كده ابدا احط فيها اللي هو ايه البندنت سبرينكلر. نعمل سيلكت سيميلر ونشيل ايه السكشنز دهيت بالشكل ده. تمام، يبقى انا كده وزعت السبرينكلر في الجراج بتاعي، يفضل بس اللي هو الجزء بتاع الرام. باجي هنا واروح جايب ايه، جايب سايد وول سبرينكلر، واركبه هنا. اولا بشوف العرض بتاع الرام بقد ايه، فبلاقي مثلا 365، فوفقا دي اللي هي الستاندرد سايد وول سبرينكلر يبقى ممكن يغطي معايا المسافة دي. تعالى نرجع كده للجداول ده، هي نكتب كده سايد وول سبرينكلر. تعالى نشوف الثرو بتاعه قد ايه. طبعا هنا اورديناري هازارد يبقى ماكسيمم روم ويدث هتلاقيه كام؟ هتلاقيه 3 متر. تمام، يبقى هنا هعمل ايه بقى في الرشاش ده؟ يبقى هروح مركبه اكستندد كفرج. نتيجة ايه؟ لان عندي هنا المسافة دي بقيت اكتر من 3 متر، يبقى هنا هركب اكستندد كفرج اللي هو ممكن يوصل معايا لحد 6 متر او 7 متر. تمام، والمسافة ما بين الاكستندد كفرج سبرينكلر لو تفتكروا كده لما استخدمناها في المطعم كانت المسافة ما بين الاتنين وفقا للكتالوجات يبقى 4.9. تمام، كحد أقصى. طب أنا هوزع على إيه؟ يبقى هنا أحطه مثلا على مسافة وليكن 4 متر. ده هو نفسه الناحية التانية. يبقى كل اللي أنا هعمله إن أنا أعمل إيه؟ أعمل ميرور بالشكل. يبقى انت كده عملت ايه، عملت حماية للمنطقة بتاعة البيزمنت بالكامل باستخدام ايه، باستخدام الرشاشات. في ناس هتقول لي في اخطاء معمارية في الرسم ده او اخطاء انشائية او الكلام ده. انا بالفعل انا اللي راسم البيزمنت ده. تمام، حطيت الرمبات وحطيت العمدان والحوائط والسلم ده والاسانسير.
كمجرد بس مثال او كحاجة توضيحية للناس، لكن الكونسبت واحد. جراج على شكل مدور، زي جراج على شكل مثلث، زي جراج على شكل مربع، يبقى ايه؟ هنعرف بس الكونسبت ماشي ازاي، ونبدأ بعد كده بنطبق عليه في اي جراج ايا كان الشكل بتاعه عامل ازاي. تمام، تعالى بقى نرسم ايه، نرسم المين لوب. تمام، تعالى نختار كده اللير بتاعتنا، فاير فايتنج فايب. تمام، وهنختار مثلا اللون بتاعنا اللي هو بتاع المين لوب، هنختار وليكن اللون البلو. نرسم بولي لاين اهو، يبقى بطول بقى ايه، طول ما انا ماشي كده اهو، يبقى بمشي على الحوائط بتاعتي كده اللي هي بتاعة الجراج، عشان خاطر ارسم اللي هي المين لوب او المين بايب لوب. بالشكل ده اهو، تمام. ممكن حتى نكبر الويدث عشان الدنيا تبقى اوضح شوية، كبرت خالص. يبقى انت شايف كده الماسورة اللي هي البولي لاين اللي هي لونها ازرق دهيت، يبقى هي دي المين لوب اللي هبدأ اوزع عليها البرانشات. قدامك تو اوبشن بالنسبة للبرانشات بتاعتك، ممكن نعمل ازاحة بس بسيطة كده للرشاشات دهيت لأسفل. قدامك تو اوبشن، اما انك تعمل البرانشات بشكل طولي او انك تعمل البرانشات بشكل عرضي. تمام، الاثنين مفهومش مشكلة. تمام، هنعتبر ان التاي ان او الدخلة الرئيسية بتاعة المين لوب دهيت، تمام، هي دي. نجيب برضو علامة اللي هي السي اكس موجودة في الجدول. تمام، يبقى ناخد كده ايه اللي هو السي اكس هنا بالشكل ده. طبعا هو البيزمنت المفروض ان هو بيبقى ايه، البيزمنت بيبقى جزء من المبنى، يعني هنا مش بيبقى جراشه بس، لا ده بيبقى فوقيه ادوار تانية، فانا باخد من الشبكة اللي هي بتاعة الحريق الخاصة بالمبنى ككل. طيب هاجي، المفروض ان انا بروح مركب ايه، بركب اللي هو الزوم كنترول ستيشن. يبقى هنا اجي اروح اعمل كده. هل هركب زونة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة؟ يبقى على حسب المساحة بتاعتي. يبقى هنا 40 في 40 يبقى 1600. انا عندي ماكسيمم الاريا اللي بيغطيها الزونة الواحدة 4830 متر مربع، او في الاصدارات القديمة 4831 متر مربع. يبقى هنا يبقى هنا محتاج كام زونة؟ يبقى زونة واحدة، يبقى هنركب كده زوم كنترول ستيشن واحدة في المكان. نحاول نوسع لها بس كده عشان خاطر ايه، تكفي. نعم، نعمل فلت اختصار الف مسطرة. تمام، وبعد كده ممكن ايه نقطع هنا بحيث ان انا اعرف ان دي مستواها اعلى من المستوى بتاعت المين لوب. طيب بعد كده خلاص هنوصل بقى البرانشات. البرانشات دي مثلا هناخد اللون بتاعها اللون ريد. تمام، يبقى هنا ادي البايب، ونوصلها بالناحية التانية بالشكل ده. تمام، احيانا بيقابلك وانت ماشي كده بعض العوائق، هنشوف القصة دي. لو قابلنا مثلا، يعني انا جيت رحت لقيت ان قصاد البايب ده في العمود، العمدان عامة ما ينفعش ايه، ما ينفعش ان انا اخرق فيها بالماسورة، وبالتالي هنا بروح اعمل ايه، بعمل راوتنج حواليها. يبقى هنا بروح جايب الماسورة اكوعها بحيث ان انا، يعني لو جت مثلا ماسورة بالشكل ده، تمام، وهضطر ان انا ايه، همشي في العمود بقى، لا مش هينفع تمشي في العمود،
يبقى عشان خاطر ما اثرش على الاستراكشر بتاع المبنى، يبقى بروح اعمل ايه، بعمل اكواع بحيث ان انا اتفادى الجزء ده او العمود ده. لكن لو كان مثلا كاميرا، لا الكاميرا ممكن تعدي فيها بس في التلت الفوقاني، وطبعا لازم ترجع فيها للمهندس، ايه المهندس بتاع استراكشر، بحيث ان هو المنطقه بتاعه الخرق بتاع الكاميرا دوت بيضعف من الكاميرا، فبيضطر ان هو يزود تسليح في المنطقه ده هي. فهنا لازم يبقى ليك يعني ايه، لازم هنا بيحصل تداخل ما بين مهندس الميكانيكا ومهندس الاستراكشر عشان ينسقوا القصه دي. طيب نفس القصه اهو، هروح مكابير برضو ايه البايب هنا وهنا 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 على كل ايه البرانشات بتاعتي، بحيث ان انا اعمل تغذية لجميع السبرينكلر الموجودة عندي داخل الجراج. نعمل تلم بس كده بسيط عشان خاطر الماسورة دي، وهنا برضو نفس القصة اعمل اكستند واوصل هنا. نسينا هنا ايه برانشات، نعمل لها برضه ايه نكبر لها الماسوره بتاعتها بالشكل ده. بعد كده عندي مجموعه اللي هي البندنت سبرينكلر، سهل خالص ان انا اعملها، ان انا ايه اخد برانشايه بس بسيطه كده من المين لوب وابدا اغذي بيها ايه الاربع رشاشات دول. برضه هنا عندك اللي هو السايد وول سبرينكلر، تمام، يبقى ممكن تروح موصلها مباشره هنا اهو. نفس القصه برضه هنا اروح موصلها بالمين لوب دي، نديها مثلا لون تاني، نخليها لون ليكون اللون الاخضر دي اللي هي التاي ان الرئيسية بتاعت ايه بتاعت المبنى او الجراج. هنا مثلا عندك هنا ايه، ممكن لقيت هنا في اتنين سبرينكلر، تمام، اوصلهم ببرانش من اول لاخر. هنا بقى ممكن اتجاوز عن القصة دهيت، ان انا ايه لو في اتنين او تلاتة سبرينكلر يبقى اوصلهم ببرانش كده مقطوع وخلاص عادي مفيش مشكلة. حبيت تعمل راوتنج للقصة ديت، يعني ده اوبشن انك توصل بالشكل ده. الاوبشن التاني انك ايه تيجي عند الحتة ديت وتعمل كوع بسيط، تمام، وبعد كده توصل ده بده، يبقى انا كده شملت الاتنين سبرينكلر دول برضو ايه من ضمن الفرع اللي هو ده، اللي هو واصل ما بين التو سايدس الخاصين بالمين لوب اللي موجود عندي في الجراج. طيب هنيجي بقى للحاجة الجدلية، ازاي ان انا اعمل بقى السايز بتاع البايب الخاص بالجريد سيستم، تمام، يعني انا همشي على ايه بالظبط في ان انا احط المقاسات بتاعت ايه بتاعت الجريد سيستم. اولا مفيش حد بيختلف على قصة واحدة ان البرانشات كلها السايز بتاعها بيبقى واحد، تمام. المين لوب برضو مش بيتدرج فيه السايز، لا برضو السايز بتاعه بيبقى ثابت بطول اللوب. طيب انا عشان خاطر اجيب السايز بتاع البرانشات والسايز بتاع المين لوب، يبقى في حاجه بسيطه كده بنحطها في اعتبارنا، تمام، من خلالها بنعمل السايزنج ده. وبعد كده لازم اعمل هيدروليك كالكوليشن باستخدام برنامج الاليت علشان خاطر اوجد السايز ده اذا كان مظبوط او محتاج ان انا اكبره، او ان انا ايه ممكن في سماحيه ان انا اصغر عن القطر ده. طيب في هنا بيقول لي ايه، اولا بتلجأ لحاجه اسمها الديزاين اريا. طبعا احنا من المحاضره اللي فاتت عارفين يعني ايه، يعني ايه الديزاين اريا. الديزاين اريا قلنا ان هي عباره عن المساحه التصميميه اللي بيسمح لي بيها الكود وفقا لدرجه الهزر، بتشمل عدد معين من الرشاشات، هو ده اللي بصمم عليه ايه، هو ده اللي بصمم عليه الطولمبه. طيب الديزاين اريا في حالة الاوردينري هازارد كام؟ يبقى الديزاين اريا في حالة الاوردينري هازارد 1500 قدم مربع. حد فاكر الكلام ده؟ اهو تعال نرجع تاني اهو. فالاوردينري هازارد جروب 1 بيبقى هنا المساحه التصميميه بتاعته قد ايه؟ 1500 قدم مربع. طيب 1500 قدم مربع يعني في كام رشاش؟ يعني المساحه التصميميه اللي هي هتشمل كام رشاش؟
تمام، يبقى 1500 هقسمها على المساحة اللي بيغطيها الرشاش الواحد. طيب المساحة اللي بيغطيها الرشاش الواحد قد إيه؟ يبقى 130 قدم مربع أو ما يعادل 12 متر مربع. يبقى هنا هقسم 1500 على 130، هيطلع لي 11 ونص سبرينكلر، يعني 12 سبرينكلر هيبقى موجودين عندي في الديزاين. في مشاكل لحد كده؟ تمام، يبقى هنا ما عملناش جديد. يبقى هنا اوردينري هازارد، جبت الديزاين اريا بتاعت الاوردينري هازارد لقيتها 1500 قدم مربع، المساحه اللي بيغطيها الرشاش الواحد اللي هي 130 قدم مربع او 12 متر مربع. يبقى هنا هقسم ال 1500 على ال 12 او هو هقسم ال 1500 على ال 130، فيطلع لي 12 سبرينكلر، هم دول اللي هشملهم فين؟ في الديزاين اريا. طيب يبقى كده المساحه او كده السايز بتاع المين لوب كام؟ يبقى هنا هدخل على البايب سكيدول، تمام، هدخل على البايب سكيدول في الاوردينري هازارد واشوف 12 سبرينكلر يبقى السايز بتاعهم كام؟ 2.5 او كام؟ يبقى 2.5، 2.5 او 65 ملي متر. يبقى هنا اول حاجه كده جبتها من القصه دي كلها ان السايز بتاع المين لوب كام، يبقى 65 ملي متر او 2.5 بوصه. بالشكل ده تمام، هتبدا ايه تحط سايز على المين لوب بالشكل ده، تمام، هنوزعه دلوقتي. طيب بعد كده هنجيب السايز بتاع البرانشات. طيب ال 12 سبرينكلر دول هل هم هيبقوا موجودين على البرانش واحد ولا على اكتر من برانش؟ طيب اللي بيحدد لك القصه دي برضو اهو، نرجع تاني للجزء بتاع الحسابات، فهتلاقي ان عدد الرشاشات اللي موجودين على البرانش الواحد يبقى نمبر اوف سبرينكلر اون برانش لاين، تمام. البرانش ده موجود فين؟ موجود في المساحه التصميميه اللي اتكلمنا عنها اللي هي 1500 قدم مربع. طب بنجيبها من العلاقه اللي هي 1.2 من 10 من الجذر التربيعي للديزاين اريا على الاس، الاس اللي هي المسافه ما بين السبرينكلر والتاني او البرانش والتاني، ايهما ايه؟ ايهما اكبر؟ وبالتالي هنا بروح اعمل ايه؟ بعمل برضو هنا نفس القصه، بقول 1500، تعال ناخد الجذر بتاعها، يبقى يطلع بيه الرقم ده، هضرب فيه 1.2 تمام؟ يساوي كذا على اللي هي ايه؟ المسافة ما بين السبرينكلر والتاني، تعال كده نجيبها، أو البرانش والتاني الكبير فيهم اللي هو الأربعة، هتلاقي هنا ده هقسم على أربعة، لا هنا غلطنا بقى في الوحدات، واخد بالك من الرقم؟ هنا بقى مش أربعة، أمال إيه بقى؟ يبقى هنا المفروض احول الاربعه للقدم، تمام. يبقى تاني ادي 1500 قدم مربع، تعالى ناخد الجذر واضربها في 1.2 من 10 واقسمها على الاربعه لما احولها للقدم. ببساطه كده تعالى ايه نستخدم اللي هو الكونفرتر بتاعنا، تمام، ادي اللينس، فين اللينس اهو، تمام، هنحول المتر لايه؟ لقدم، وبالتالي هنا هحط 4 متر، احولها لقدم تلاقيها 13.12 من 100، يبقى على 13.12 من 100 هيطلع لك 3.54 من 100 سبرينكلر، يعني 4 سبرينكلر. يبقى هنا كام برانش هيدخل معايا في الديزاين اريا؟ يبقى هنا 4 سبرينكلر في البرانش، يبقى هنا هيدخل معايا 3 برانشات، تمام، وليكن هي دي المساحة التصميمية بتاعتي اهو بالشكل ده، 3 برانشات، كل برانش عليه كام؟ عليه 4 سبرينكلر، نديه لون اصفر كده مثلا ونكبر الويدث بتاعه، تمام، ونخليه برضو ايه بشكل اللي هو داش،
بالشكل ده. تمام، يبقى هنا ده اللي هو ايه المساحة التصميمية بتاعتي. تمام، المساحة التصميمية دي هي شملت ايه؟ يبقى شملت 12 سبرينكلر. كل ال 12 سبرينكلر دول مقسمين على 3 برانشات، كل برانش عليه كام سبرينكلر؟ عليه 4 سبرينكلر. طيب 4 سبرينكلر، هنا في السكيدول ده كام في الاوردينري هازارد؟ حد فاكر؟ يبقى هنا 4 سبرينكلر يبقى هتلاقيها 1.5، يعني 40 مللي. يبقى هنا السايز بتاع البرانش ده كام؟ 40 مللي. كل اللي عليك انك ايه هتكبر بس ايه المقاس ده، وهيبدأ يتكرر معايا في كل البرانشات. يبقى السايز بتاعها كله 40 ملي متر، والسايز بتاع المين لوب كام؟ يبقى 65 ملي متر. نعمل كوبي واري، نحط مثلا 12 واحدة، يبقى هنا بالشكل ده، فتلاقي السايز اتكرر معاك بالشكل ده. تمام، نظبط بس ايه المقاس ده كده. يبقى السايز كله بتاع البرانشات كام؟ كله 40 ملي متر. نظبط بس الشكل الجمالي بتاع التكست نفسه. بالشكل ده كده اهو. تمام، ونكبر برضو ايه السايز ده من البرانش اللي جنبه اهو، ونحطه على البرانش التاني. تمام، بالشكل ده السايز كله هنا ايه بتاع البرانشات واحد. هكبر برضو ايه المقاس ده واحطه على حتة الماسورة اللي تحت برضو. بالشكل ده كده اهو. تمام، هنا برضو ايه نكبر برضو المقاس ده. يبقى انا كده وزعت اللي هو المقاس كله على جميع المواسير الموجودة عندي. برضو ايه هكبر المقاس اللي هو 65 مللي ده على اللي هو المين لوب بتاعتي بالشكل ده، طولي وعرضي وهكذا. وهكذا. تمام، بعد كده تمام هحط السايز مثلا بتاع المواسير العادية اللي هي زي كده. تمام، يبقى السايز بتاعها قد ايه؟ يبقى عندي اللي هي في سبرينكلر واحد يبقى 25 مللي بالشكل ده. ادي 2 25، وادي برضو واحدة 25. بعد كده هنا برضو ده هيبقى 25، ودي هتبقى كام؟ هتبقى 40 مللي.
عليها ايه، نحمل عليها 4 اسبرين في شيء. هنا برضو السايز بتاعي قد ايه، هيبقى 25. تعالى بس نكبر هنا اللي هو السهم ده بالشكل ده كده، برضو نفس القصة. هيبقى السايز كام؟ هيبقى السايز 25. خلاص، يبقى كده انتهينا من الجزء بتاع الرسم الخاص بالجراج ده. حددت الديزاين اريا بتاعتي. الديزاين اريا عرفت ان فيها 12 سبرينكلر، ال 12 دول مقسمين على 3 برانشات، كل برانش عليه 4 سبرينكلر. بنيجي بعد كده لايه؟ للحسابات. طيب، زي ما اتفقنا برضو ازاي ان انا ممكن احسب القصه بتاعت الفلو والهيد بطريقه مانيوال. تمام، حد فاكر القصه ديت؟ اهو نكبرها من هنا حتى. فبرضه هنا يبقى هنا ديزاين اريا ب 139 متر مربع او ما يعادل 1500 قدم مربع. السبرينكلر اريا 12.1 من 10 متر مربع، يبقى عدد الرشاشات 12. سبرينكلر فلو ريت بي اي جي بي ام يبقى 5.6 في 20 اس ونص، يبقى كده جبت الفلو بتاع السبرينكلر لقيته 25 جي بي ام. لما اضرب 25 في 12 يطلع لي 300، بزود هوز اللونس 100 لو في اكتر من كابينه و50 لو في كابينه واحده، وما بزودش لو ما فيش اي كباين. يبقى البامب فلوريت يبقى يطلع عندي 400. والاستاتيك هيد هنقول مثلا ان عندي هنا ارتفاع بتاع الجراج ده وليكن مثلا 5 متر، وكان مثلا البامب روم اللي هي موجود عندي تحت الارض يبقى على مسافة وليكن مثلا 4 متر، يعني هنقول مثلا الاستاتيك هيد برضو 10 متر. الريزيدوال هيد يبقى هنا الريزيدوال هيد كام؟ 14 متر. تمام، الريزيدوال هيد دي بتيجي منين؟ ان هي المفروض بتبقى 20 بي اس اي، فيها 20 بي اس اي، يبقى 20 بي اس اي بقسمها على 14.7 من 10 فيطلع 1.36 من 100 بار او ما يعادل تقريبا 14 متر. بعد كده الفريكشن هيد بناخدها قلنا ما بين 1 ل 2 بار. حبيت تحسبها بالاكسل شيت اللي احنا عاملينه هتطلع معاك بصوره ادق. وبالتالي هنا برضو ايه، هتلاقي ان البامب هيد محتاجها 112 قدم او 3.4 من 10 بار، والهورس باور بتاعتها 17 ونص هورس باور، والتانك فوليوم المفروض ان هو يبقى 60 منت في الفلوريد بتاع الطولمبه اللي هي 400، فالمفروض ان هو هيطلع 91 متر، ايه 91 متر مكعب. طيب تعال نحسبها كده برضو بالإكسل شيت. تعال نشوف، تعال نشوف بقى في الاكسل شيت ده في الفاير بامب كالكوليتور الخاص بالسبرينكلر. تمام، يبقى اوردينري جروب 1 عندي البيلدنج هايت 33، ده 154. هنا طبعا نوع السبرينكلر ايه، ابرايت 5.6 انسايد مور ذان 1 فاير هوز كابن. تمام، البايب دايمتر اوف لونجست يبقى هنا هتبقى 2.5. تمام، يبقى هنا بايب ديامتر فور لونجست بايب المفروض كنا وفرنا ايه اللي هو مقاس 2.5، هناخد 3 وليكن. تمام، بعد كده ده طبعا ويت سيستم،
بعد كده يبقى هنا يطلع عندك المفروض الديزاين اريا 1500، عدد الرشاشات 12، هيطلع 400، والهيد بتاعك 164 قدم. تمام، ف 164 قدم، تعالى نحسبها كده او نحولها بالكونفرتر ده. فعندي البريشر اهو، يبقى قدم H2O حولها للبار، هتلاقيها 4.9 بار. تعالى بقى نقارن الحسابات دهيت او القصة دهيت بمين؟ بالحسابات بتاعت الاليت. ازاي ان انا اعمل حسابات للاليت الخاصة بالجريد سيستم؟ نفتح فايل جديد برضو، هتلاقي فيه طريقتين بيستخدموا في حسابات بتاعة الجريد، هنشوفهم دلوقتي. عملنا نيو، هنا هتحط برضو بروجكت داتا، كلاينت، الكومباني داتا، البيلدينج داتا، بعد كده السيستم داتا. هنا عشان خاطر زي ما قلت لك انك عشان تقدر توصل لمرحلة الاليت، انك تدخل المعادلات او تدخل الداتا بتاعتك عشان تعمل الحسابات بتاعتك، يبقى هنا مضطر برضو انك تعمل ايه؟ يبقى هتضطر انك تعمل هنا ايزومتريك. يبقى هنا هقول مثلا ادي، تعالى نحولها كده، نخليها ايزومتريك. تمام، وناخد ايه اللي هي الرموز بتاعتنا اللي هنا الخاصة بالايزومتريك، نكبرها هنا برضو. هتلاقي حتى برضو الرسمة بتاعت الايزومتريك هنا هتلاقيها اسهل بكتير من الايزومتريك الخاص بالتري سيستم. تمام، فهنا بترسم المين لوب بالشكل ده، نبدل طبعا بال F5 عارفين الكلام ده طبعا، نصغر شوية، نخلي لونها نفس لون دهيت. تمام، عندي كم برانش موجود عندي هنا؟ يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى في هنا 10 برانشات. برضو هنا هنرسم اللي هو 10 برانشات. نوسع الدنيا شوية، بالشكل ده. تمام، يبقى كده رسمنا اللي هي المين لوب والبرانشات. طيب هتيجي بعد كده بتشوف عندك هنا بترسم كل السبرينكلر عندك في السيستم. لا، هنا مش بترسم بقى كل السبرينكلر، لكن بترسم اللي هو ايه، او بتحط اللي هي السبرينكلر الموجودة عندك في الديزاين اريا. فعندي هنا عند ال 1 2 3، تعالى نعدهم كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى في فعلا 10 برانشات. على اول 3 برانشات في 4 سبرينكلر هم اللي هيدخلوا معايا في الديزاين، يبقى ده اهو سي او، اكبرها كده، ادي 1 2 3 4، نكبرهم برضو هنا ونكبرهم. دول اللي هم ايه اللي داخلين معاك في الديزاين اريا، وهي دي اللي هصمم عليها ايه، عليها الطرمبه. تمام، في هنا بيبقى ايه في النص بالظبط تقريبا. تمام، المفروض ان هو هيبقى فيه زوم كنترول ستيشن، تعال نكبرها اهو، نعمل لها اللاين ونسكلها شوية بحيث ان هي ايه تبقى ظاهرة معايا. المفروض ان بيبقى فيه طبعا اللي هي مجموعة الالارم، لو كان طبعا ده مستقل بنفسه، مفيش مش مستقل بنفسه، يبقى
المفروض برضو ان انا بوصل لحد ما اوصل للترومبة او مصدر المياه، المياه بتاخد المياه بتاعتها او السورس بتاعها التانك، وتبدا بعد كده تضخ المياه دهيت عن طريق اللي هو الديستشارج بايب. من الديستشارج بايب دهيت قبل ما بيطلع لي السيستم المفروض بيبقى فيه عندي ايه اللي هو الالارم تشيك فالف. فنفس القصة هي اللي احنا عملناها هنا اهو اللي كانت في المطعم، هنكبر برضو ايه الالارم تشيك فالف. تعال نكبر برضو ايه دايمنشن بالمرة، طبعا برضو هيبقى فيه هوز اللونس اهو. تعال نكبر دول ونضعهم هنا اهو، يبقى هنا في الارم تشيك فالف بالشكل ده. بعد كده بيبقى فيه هنا اللي هو التاي ان بتاعتي، هنكبر ده كده تمام. وبعد كده هيبقى ايه، هنيجي بقى للسايز ده، السايز ده بتاع التاي ان باخده اكبر مقاس، يبقى مقاس واحد بس اكبر من ايه من المقاس بتاع اللوب. وبالتالي هنا عند المقاس بتاع المين لوب 65، يبقى هنا التاي ان بتاعتي او الدخله بتاعتي هاخدها كام؟ هاخدها 8. تمام، اتمنى ما يكونش في مشاكل لحد دلوقتي. تمام، بعد كده هنا بروح حاطط اللي هو ايه الهوز اللونس. زي ما قلت لك الهوز اللونس دي مش ماسوره، لكن هي قيمه بس بضيفها للاليت عشان خاطر يبقى عامل حسابه ان هو في حال تشغيل رشاشات ممكن يشغل كابينه او اكتر من المقاس اللي هو ايه من المقاس اللي هو 1 بوصه اللي هو خاص بالفيرست ايه. تمام، نيجي بعد كده برضو هنا لتوزيع السايز نفسه. تعالى نكبر برضو المقاسات دهية، فهتلاقي المين تاي ان عندي هنا 80، وهتطلع برضو هنا 80، وادي الدخلة بتاعتي هنا 80، والزوم نفسها برضو 80. بعد كده هيبقى فيه اللي هو ايه السايز بتاع المين لوب. تعالى برضو ايه نكبر السايز من هنا، السايز كام بقى؟ 65. تمام، نمسح ايه الزيادة بالشكل ده ونكبر ده برضو اهو. نفس اللي عملته على البلان هتعمله ايه؟ هتعمله هنا برضو. ايه الشكل ده كده تمام. برضه ايه هناخد السايز ده داخل برضه ايه خليه 65 سايز كل واحد. ودي ميزة بصراحة اللي ايه الجريد سيستم، ان هو بيبقى اسهل في عملية الرسم وعملية اخراج اللوحة، وبرضه بيبقى اسهل الى حد كبير برضه في عملية الحسابات، واحسن في الضغوط. تمام، بعد كده بيبقى عندي السايز بتاع البرانشات كام؟ يبقى السايز بتاع البرانشات بيبقى 40 مللي. وعرفنا ازاي بنعمل السايز ده، بس زي ما قلت لك انك لازم تشيك على الكلام ده او تشيك على السايز ده بالهيدروليك كالكوليشن. تمام، يبقى هتكررها بالنسبة لي البرانشات التانية. نظبط بس ايه الوضعية بتاعتها بالشكل ده، بس كده خلص ايه الايزومتريك. فاضل بس ان انا احط عليه ايه، احط عليه الدايمنشن.
بالشكل ده، ده مثلا 3 متر، دي هاخدها اللي هي المسافة دي لحد الزوم كنترول ستيشن وليكن مثلا 10 متر، يبقى اهو هدوس عليها دبل كليك ويروح كاتبها ايه 10 متر، او عايز تكتبها بالمليمتر اكتبها بالمليمتر، يبقى 10,000. تمام، هنخلي ده بلون السيان، تمام، بحيث ان هو يظهر معايا الشكل بتاع الدايمنشن بالشكل ده. تمام، باجي هنا برضو راح اعمل ده كده، بالشكل ده. بعد كده عندك المسافات دي برضو بإيه، بنحطها مسافات كلها واحدة، تمام، بتبقى طولها قد إيه 4 متر، دي 4 متر يبقى 4,000، سوري 4,000 دي برضو، بعد كده دي برضو 4,000 أهو. بالشكل ده هنا برضو ايه ابدا اكبر برضو ايه الماس ده تاني اهو، او اكبر الدايمنشن ده هي. برضو هنا عندي مسافة اللي هي دهيت اللي هي ما بين التاي ان او الدخلة الرئيسية بتاعتي والبرانش ده، هنا ما بين البرانش والتاني. طيب المسافة ما بين البرانش والتاي ان اللي هي المسافة دهيت، فتلاقيها هنا 4 متر وهنا حوالي 0.5 متر. هنا هتبقى كام اللي هي البعد ده، طبعا انا راسم نوت سكيل، فهتلاقي يعني ايه الى حد ما شوية المسافات ده هي. تمام، بعد كده بنيجي ايه بنحط اللي هي الطول ده مثلا، يبقى الطول الكلي هنا اللي هو الويتس بتاع المين لوب نفسه. الويتس بتاع المين لوب قد ايه؟ هتلاحظ هنا في حاجة بقى، يعني هنا جاي عند الرامب يبقى هنا واخد الكيرفات ديت، يبقى هنا برضو لازم ادخلها عندي في الديزاين او الحسابات بتاعتي. يبقى هنا هتلاقيه واخد ايه، واخد كتف كده، تمام، او عامل تكويع هنا، يبقى هنا برضو ايه ادخلها معايا في القصة بتاعتي دهية. اجي ايه برضو هرسم نفس الحاجة، بالشكل ده، وهتبقى ميرور منها برضو ايه الناحية التانية. هو جاي عند نقطة معينة وواخد اللي هو ايه الشكل التكويع ده، نمتش ده مع ده. بعد كده نعمل ايه، نعمل الفيلت، نشيل حتى الدايمنشن ده، وبعد كده ندخل ده كده. تمام، بحيث ان انا ايه يبقى الرسم نفسه الايزومتريك يبقى محاكي للرسم اللي هو على البلد. بنفس الكونسبت هنكمل باقي الدايمنشن الموجودة عندي في الجريد سيستم. تمام، يعني هنحط مثلا البعد ده قد ايه اهو، يبقى كل المواسير بس احط عليها الدايمنشن،
كويس الأطوال الحقيقية من هنا من البلان نفسه، وأبدأ أوقعها على فين؟ على الرسم الأيزومتريك، يبقى طولها 7 متر. أهو طولها 7 متر، هنا برضو نوزع الدايمنشن، بعد كده نشوف الأبعاد الحقيقية من على البلان. مسافات كل واحدة خلاص، يبقى مش لازم ان انا ايه اكرر على كل البرانشات بالشكل ده. بعد كده هيهمني برضو اللي هو الطول ده قد ايه، اللي هي المسافة ما بين البايب نفسها او المسافة ما بين كل رشاش والتاني قد ايه. زي ما قلت لك في طريقتين في الحساب الخاص بالهيد والفلوريت لشبكة الجريد على البرنامج بتاع الإليت، تمام. هنا برضه هتلاقيها بنفس الدايمنشن، مش لازم أكررها يعني تاني، تمام. الطول ده قد إيه؟ تعال نشوفه كده. يبقى هنا الطول بتاعي 4 متر، يبقى هنا أوقع برضه 4 متر. بعد كده المسافة اللي هي ديت، تعال نشوفها قد ايه، هتلاقيها 25 متر. نفس القصة هنا برضو، عامل اللي هي التقويعة هنا عشان خاطر نتفادى بيها اللي هي الحتة بتاعت الكوريدور والسلم والأسانسير، يبقى هنا برضو أوقعها هنا. شاملة كام برانشاية؟ يعني حوالي 2 برانش. بعد كده طالعة بالشكل ده أهو، نعمل ترم للحاجات ديت. ده البعد اللي هو 25 متر، نكتبه بالمليمتر، تمام. وده اللي هو البعد ما بين البرانش والمين بايب. ده كان القطر. بعد كده ادي الدايمنشن التالت اهو، بالشكل ده، ونحط برضو اللي هو الدايمنشن على البايب دي. ودايمنشن برضو نحطها على البايب دي، نشوفها قد ايه. والناحية التانية هتبقى زيها بالظبط، مش مشكلة، تمام. الطول ده قد ايه؟ تعال نشوفه كده، نقيسه من على البلان ونوقعه، يبقى هتلاقيه 1.70 متر، يبقى 1700. بعد كده المسافة ما بين البرانش والتاني هتلاقيها 4 متر، يبقى نحط هنا برضو 4. تمام. بعد كده المسافة اللي هي ديت هتلاقيها 4.2 من 10، يبقى 4200. تمام. خلاص المسافة ما بين كل الرشاش أو كل برانش والتاني خلاص 4 متر أهو، نحطها برضو، نحط واحدة بس كده، تمام.
نحط برضو اللي هو البعد ده كام، وادي كمان الدايمنشن اللي هو نحط الحتة الصغيرة ده هي اللي هي المسافة دي، فهتلاقيها تقريبا نص متر كده ولا حاجة فعلا. نحطها هنا اهو، البعد ده خليه كام، نص متر. نص متر يعني 500 ايه، 500 متر. تمام. ممكن برضو ايه نحط البعد ده برضو اهو، اللي هي مسافة ما بين الرشاش ونهاية البرانش دي قد ايه. طيب المسافة ما بين الرشاش والتاني قد ايه، تعالى نقيسها كده، فتلاقيها 2.85 أو 2، قول تقريبا 2.9، يبقى 2900 كل واحدة طبعا، ادي 2900، 2900 اللي بعديها هتبقى 2900. بعد كده المسافة ما بين البران أو السبرينكلر رقم 4 اللي موجود عند في الديزاين أريا والمين لوب هتلاقيها 30 متر، يبقى نحط هنا برضو إيه 30. بعد كده الطول ده كله اللي هو الطول ده هتلاقيه كام؟ هتلاقيه حوالي 33 متر. بالشكل ده نبدأ نوقع اللي هو ايه بقى، اللي هو النودز. تمام، في دايمنشن احنا محطناهاش. تعالى هنا المسافة دي نشوفها قد ايه، يبقى اتأكد ان كل الدايمنشن اللي حاططها موقعة من خلال البلان، يبقى ده 6500. باقي الأفرع أو باقي الدايمنشن كلها متوقعة مظبوط من خلال البلان. طيب بعد كده باجي وأروح واخد إيه اللي هو الإليفيشن. الإليفيشن هنا ده هعتبر ده اللي هو رقم 0. بعد كده هيرتفع طبعا هنا مسافة اللي هي المسافة بتاعة 10 متر، يبقى هنا أول إليفيشن هيختلف عندي اللي هو 10000 مليمتر. تمام، وال10000 مليمتر بقى خلاص هي اللي هتبقى إيه الإليفيشن اللي ماشي معايا في كل السيستم بعد. تمام، بعد كده هيبقى عندي اللي هو النود، هادي رقم النود ده هعتبر اللي هي نقطة واحد، هادي نقطة المفروض اتنين هنعدلها دلوقتي. بعد كده عندي رقم 3 نتيجة لاختلاف ال elevation. بعد كده نقطة 4 إن أنا خدت برانشات. تمام، 5 اللي هي جوه البرانش نفسه بالشكل ده. تمام، بعد كده ده هيبقى رقم 6 7 8، ادي كده 9، هيكمل لحد هنا. بعد كده نحط هنا نود برضو، عند كل فرع من الأفرع دهيت هنحط ايه، نحط نود زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ان لازم احط نود فين، يبقى احط نود كل ما بيحصل تغير في elevation او تغير في قطر، او ان انا باخد فرع او branch نخليها حتى من تحت عشان الدنيا ما تضايقش كده. نمسح ده. نكبر دول مرة تانية على مجموعة الرشاشات اللي عندي. تمام، بعد كده باخد برضو هنا
انا عندي هنا في برانش او في انتهاية هنا، يبقى هنا احط برضو عندها النود، ادي نود تانية هنا وادي نود تالتة هنا. يبقى كل برانش من البرانشات دهيت احط في ايه، احط فيه نود. تمام، تعالى ايه نرقمهم بقى. يبقى دي هنسميها ادي واحد، ادي دي هتبقى اتنين، دي تلاتة، أربعة، بعد كده خمسة، ستة، بعد كده دي رقم سبعة. عايز تمشيها 10 20 30 مش هتفرق في أي حاجة، المهم تبقى الترقيم متوالي ومظبوط. دي رقم تسعة أهو، بعد كده ده رقم 10، ده هيبقى 11، بعد كده ده اللي هو 12، اللي بعدها هيبقى 13، بعد كده رقم 14، تمام، بعد كده هيبقى رقم 15 هنا، في بعد كده اللي هو رقم 16، 17، 17، بعد كده رقم 18، تسعتاشر، 20. نكمل برضو بنفس القصة أو نفس النوع أهو، رقم 21، 22، 23، 24، هنا هيبقى رقم 25، 26، 27، 28. في اوبشن تاني من الاوبشنز اللي هي بستخدمها في الحسابات، انا مش بضطر ان انا ادخل كل المواسير بالشكل ده، انا اعرف الاتنين شغالين ازاي وهل في فروق بيحصل في الحسابات ما بين التو اوبشن ولا لأ، كل ده هنعرفه مع بعض يعني. ده رقم 31، دي اللي هي 32، 33، 34، 35، 36، 36. خلاص، يبقى انا كده انتهيت من الترقيم الخاص بالجريد سيستم بتاعنا، وحطيت كل النودز والاليفيشن على الرسم بتاعنا. تمام، بعد كده المفروض ان انا بدخل الداتا دهيت على ايه، على البرنامج نفسه علشان يبدأ يحسب الكيو والهيد للطلمبة اللازمة لتشغيل السيستم بتاعي. تمام، يبقى هنا هنفتح برنامج ليليت اهو، نو، بعد كده ندوس نيو بروجكت، بعد كده نسيف ده، يبقى نقول له سيف، هنسيب ده اهو في المكان بتاع المشاريع بتاعتنا، يبقى ماي كورس اهو.
بعد كده في البروجكت سامبل يبقى الجزئية الخاصة بالمشروع ده، وهسميها سبرينكلر أو جريد سيستم. كالكوليشن اوبشن 1، نعمل لها سيف كده. بنيجي هنا بنروح عاملين ايه على الجنرال بروجكت داتا. اول حاجة هل في ركات هنا في السيستم بتاعي؟ مفيش. الانسايد هوز الاونس يبقى هنا هيبقى 100، وقلت لك الرقم ده بدخله فقط علشان خاطر يطبع فيه الريبورت، لكن ما بيدخلش فيه الحسابات. الكي فاكتور بتاعت الرشاشات اللي هي 5.6 بالستاندرد العادي. بعد كده هنخلي دي بالسيليزيوس، ودرجة الحرارة هنخليها 68. بعد كده السبرينكلر سايز يبقى نص بوصة. البرايمري تايب اوف ديسشارج يبقى سبرينكلر. بعد كده الهازارد ديسكريبشن يبقى اختار ايه، اوردينري جروب 1. بعد كده مينيمم ديزاير دينستي يبقى هنا بختارها من هنا اللي هي 15%. بعد كده السبرينكلر سيستم تايب، طبعا هنا ايه السيستم بتاعنا ويت. بعد كده الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن هتلاقيها 1500. ماكسيمم اريا بير سبرينكلر هنختارها من الجدول ده according to الهازارد برضو، يبقى هتلاقيها 130 قدم مربع. بعد كده نعمل انتر ايديت باي داتا، تمام. هيبقى عندي هنا نقطة واحد إلى نقطة اتنين، ونقطة واحد دهيت هنعلم عليها إن هي مارك ان فلو نود، تمام. يبقى الأوبشن الأولاني إن أنا هستخدم اللي هي إيه التاب الأولانية من إدخال البيانات اللي هي بايب داتا. الأوبشن التاني إن أنا هستخدم اللي هو حاجة اسمها جريد بيلدر. هنستخدم الاتنين مع بعض كده، وهنشوف ايه، هنشوف ايه الفرق، ايه الفروق اللي ممكن تطلع لي من ناحية الضغوط والفلو اللي خاص بالشركة. هنا نسينا حاجة في البروجكت داتا اللي هي ديفولت بايب ماتيريال، يبقى هنخليها كام؟ هنخليها اللي هي 4، يعني سكيدول كام؟ سكيدول 40. نفتح تاني كده عشان خاطر تتحمل معانا. يبقى هنا الماتيريال بتاعتي اللي هي 4، تمام. بعد كده ناخد بالنا من حكاية الوحدات، تمام. قبل ما ننسى في اللي هو الاوبشن خاصة باليونتس، الاوبشن خلاص يبقى ايه، نلغي اللي هو الاوتو سيف، تمام. يبقى نلغي الاوتو سيف، قلنا ليه المرة اللي فاتت؟ يبقى علشان خاطر انا هغير في بعض الوحدات الموجودة عندي هنا في ادخال البيانات، فانا مش عايز الوحدات دي كل ما يحصل اوتو سيف تبدأ ايه ترجع لي الديفولت بتاعها، وبالتالي هيبقى الداتا اللي انا بدخلها تبقى مش مظبوطة. انا بدخل لينس في المتر، والاليفيشن عندي هنا برضو في المتر، تمام. هنا عندي اللي هو من 1 لـ 2، تعال نشوف كده الطول بتاعنا قد ايه. يبقى هنا من 1 لـ 2 هتلاقيها 3 متر، والسايز كام؟ السايز هتلاقيه 80 مللي، يعني 3 بوصة، يبقى 3 بوصة، واللينس 3 متر، تمام. بعد كده عندك الاليفيشن خلاص يبقى بزيرو، تمام. بعد كده بيبقى فيه اللي هو نون سبرينكلر فلو، يبقى هيبقى عند نقطة 2، هنخليها كام؟ خليها 100. بعد كده في ستاندرد فيتنج، هتلاقي فيه البو اهو اللي هو الالبو ده. بعد كده من نقطة 2 لنقطة 3، الطول قد ايه؟ يبقى هتلاقي الطول هنا 10 متر. اولا الديامتر، الديامتر هتلاقيه 3 بوصة. بعد كده الطول عندي 10 متر. بعد كده الاليفيشن، طبعا قيمة الكي فاكتور هنا بزيرو لان مفيش اي رشاشات. الاليفيشن هنا هيبقى كام؟ هيبقى 10 متر. بعد كده هيبقى فيه بعض الفيتنج اللي هي ايه، في عندي جيت وعندي تشيك وعندي البو، يبقى البو جيت تشيك، تمام. بعد كده نيجي من نقطة 3 لنقطة 4، هنا برضه هتبقى بنفس اللي هي الاليفيشن،
تعال نشوف اللينس قد ايه، اللي هي من نقطة 3 لنقطة 4. اللينس بتاعي هيبقى 6.85، يعني تقريبا. تعال نرسم تاني. هذا 1.34 متر، والطول التاني اللي هو 73 متر. هنقول مثلا طولها 3 متر، يبقى الطول ده نخليه كام؟ 3 متر، يبقى 3000. يبقى من 3 لـ 4 القطر عندي 3 بوصة، والطول 3 متر. بالشكل ده. بعد كده عندك الاليفيشن خلاص زي ما هي اهو، ال10، وادي ال10 التانية. بعد كده عندك هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه جيت وتشيك اللي هو خاصين بالزوم كنترول ستيشن. هيبقى فيه جيت وتشيك، وبعد كده هيبقى فيه اللي هو الفلو سويتش، تمام. وهيبقى فيه كمان معاك ايه اللي هو تيست اند درين. يبقى هعتبر ان هنا في قد ايه؟ يبقى اولا في تهيئة اللي هي اخر اللي هي عند نقطة 4 هنا في تي، تمام. ازود عليها الفلو سويتش، يبقى اخليه برضو كانها تي، وعندك التي بتاعت التست اند درين يبقى خليها 3 تي. وبعد كده في جيت، وفي بعد كده تشيك، تمام. بعد كده بشوف اللي هي من نقطة 4 لنقطة 5. من نقطة 4 لنقطة 5 الطول قد ايه؟ هتلاقيه الطول حوالي نص متر. الطول نص متر، والقطر عندي كام؟ اللي هو 65، يعني 2.5 بوصة. بعد كده ده هيبقى اللي هو 10 متر الاليفيشن. وبعد كده هيبقى فيه هنا اللي هو التي، اللي هي من نقطة 4 لنقطة 5، هيبقى فيه هنا اللي هو الفرع دهيت أو التي دهيت، أحطها في الفيتنج. بعد كده من نقطة 5 لنقطة 6 الاليفيشن كلها واحدة كده اللي احنا ماشيين بيها، تمام. من نقطة 5 لنقطة 6 هتلاقي المسافة دي 4 متر، يبقى الديامتر عندي هنا 2.5 بوصة. وعندي اللي هو اللينس كام؟ يبقى هتلاقي اللينس بتاعك 4 متر، تمام. هيبقى فيه هنا برضو ايه؟ هيبقى فيه نهاية. بعد كده من نقطة 6 لنقطة 7 بنفس القصة، وكذلك برضو من 7 لـ 8 خلاص، يبقى ايه؟ ندخلهم اوتوماتيك اهو. يبقى هنا 2.5، والطول بتاع 4، هنا 10، هيبقى هنا برضو في تي، ماشي. بعد كده من 7 لـ 8 نفس القصة هي هي، هيبقى هنا 2.5 بوصة. بعد كده الطول عندي 4، وبعد كده الإليفيشن 10، وبعد كده اللي هو بيبقى فيه مشترك اللي هو التي، تمام. بعد كده من نقطة 8 لنقطة 9، تمام، اللي هي كأنها نفس الطول ده، هتلاقيها دي 7000 ودي 4000، يعني 11 متر. يبقى هنا من نقطة 7، من نقطة 8 إلى نقطة 9 يبقى هنا القطر بتاعي 2.5 بوصة برضو، اللينس بتاعي كام؟ يبقى 11 متر. والإليفيشن كام؟ الإليفيشن عندي هنا اللي هو 10 متر. بعد كده تعالى نشوف الأكواع. يبقى هنا هتلاقي أكواع 2، في هنا برانش، يبقى هنا في 2 إلبو وواحد تي. يبقى آدي 2 إلبو تي. بعد كده 9 إلى نقطة 10، يبقى من 9 لـ 10. تعالى نشوف الطول ده قد ايه. طيب هنا مش موقعينه في الرسم، تعالى
نجيبه من على البلان. فتلاقيه متر ونص، يبقى المسافة دي هنخليها كام؟ متر ونص. يبقى عندك 1500 وعندك هنا 33، يبقى هنا 34.5، 34.5 وهنا برضو 1.5، يبقى 36 متر. يبقى هنا من 9 لـ10 يبقى الطول بتاعك كام؟ 36 متر، والدايمتر برضو 2.5. بص بعد كده ادي الاليفيشن ده هو 10. بعد كده نشوف الفيتنج الموجود عندي هنا، ده من نقطة 9 لنقطة 10، فتلاقي دي البو ادي 2، وهنا بعد كده في التي، يبقى 2 البو تي. بعد كده من نقطة 10 إلى نقطة 11 تمام، يبقى هنا هبدأ داخل بقى إيه البرانشات معايا بقى في الحساب. يبقى من نقطة 10 إلى نقطة 11 القطر بتاعي كام؟ يبقى هتلاقيه 40 مللي، يعني 1.5 بوصة. وبعد كده عندك اللينس كام؟ يبقى هتلاقي اللينس 2900، يبقى 2.9 من 10، الاليفيشن 10. بعد كده في كي فاكتور، في كي فاكتور اهو اللي هي عند نقطة 11، ان في رشاش عندي. يبقى هنا الرشاش عندي هنا كام؟ 5.6. هنا هيبقى في فيتنج اللي هو التي المشترك اللي انا بروح مركب عليه، اللي هو الابرايت سبرينكلر. بعد كده من نقطة 11 إلى نقطة 12 برضه هتلاقي فيه هنا إيه، من 11 ل 12 فيه رشاش تاني أهو. يبقى هنا في قيمة إيه الكي فاكتور اللي هي 5.6. طبعا القطر بتاعنا هنا واحد اللي هو 1.5، واللينس هيبقى 4 متر برضه. لا اللينس كام؟ 2.9 من 10، الاليفيشن 10. هنا هيبقى برضو فيه نهاية تمام. بعد كده عندك من 12 ل 13 وهكذا، من 13 ل 14، يبقى من 12 اهو ل 13 هتلاقي هنا الدايمتر بتاعي 1.5. بعد كده اللينس هتلاقي 2.9 من 10. بعد كده عندك ده هيبقى فيه كي فاكتور، وبعد كده الاليفيشن 10 هيبقى برضو فيه هنا تي. بعد كده من 13 إلى نقطة 14 هنا برضو هتلاقي ده 1.5. بعد كده ده هيبقى الطول بتاعه 2.9 من 10، هنا هيبقى فيه قيمة للكي فاكتور اللي هي 5.6، الإليفيشن هنا ب10، وقيمة اللي هو الستاندرد فيتنج إن هيبقى فيه هنا برضو مشترك اللي أنا هثبت عليه اللي هو السبرينكلر رقم 4. هنيجي بعد كده من 14 ل 9، يبقى ده برضه هيدخل معايا في الحساب. يبقى 14 إلى نقطة 9، فهتلاقي هنا دي قيمتها، هل هيبقى فيه سبرينكلر؟ مفيش سبرينكلر. طيب الطول قد إيه؟ تعال نشوف كده. القطر أولا 1.5 بوصة، والطول 30 متر. والطول هنا هنخليه كام؟ 30 متر. طيب ايه الفيتنج اللي موجودة هنا؟ هنا طبعا انت دخلت هنا التي من قبل عند النقطة او عند النود رقم 9، يبقى هنا مش هتدخلها تاني، يبقى خلاص هنا الجزئية بتاعت الفيتنج مش هحط فيها اي حاجة، ما احطش الفيتنج مرتين، ناخد بالنا من القصة ديت عشان ما يزودش معايا من البريشر لوسز. وبعد كده هنيجي من نقطة اللي هي 14، أو هنيجي من نقطة 10 لنقطة 15، برضو هنا من 10 إلى 15، فهتلاقي هنا اللينس عندي اللي هو 2.5 بوصة، والطول اللي هو 4، الإليفيشن هيبقى 10، هيبقى فيه مشترك اللي هو التي. بعد كده من نقطة 15 إلى نقطة 16، هنا هيبقى فيه رشاش أهو بالشكل ده، من 15 لـ16 وهكذا لحد 19. يبقى
ادي 15 دي 16، هيبقى الطول 2.9، سوري ده القطر يبقى 1.5، اللينس هيبقى 2.9، ده هيبقى 10. وبعد كده هيبقى فيه هنا اللي هو المشترك، في قيمة للكي فاكتور عند نقطة 16 اللي هي 5.6. بعد كده نقطة 16 إلى نقطة 17 هيبقى الديمتر برضه هنا 1.5 بوصة. أنا بيريحني بقى الأقطار كل واحدة يبقى 2.9، هتلاقي فيه قيمة دي الكي فاكتور، وهنا الفيتنج بتاعي مشترك، و10 الإليفيشن. بعد كده نقطة 17 إلى نقطة 18، فهتلاقي إن قيمة الديمتر هنا 1.5 بوصة. بعد كده اللينس هتلاقيه 2.9، بعد كده في قيمة برضه للكي فاكتور 5.6، إليفيشن 10، وبعد كده هيبقى في مشترك، وبعد كده من 18 ل 19 هيبقى في هنا اللي هو 1.5 بوصة في القطر، والطول بتاعي 2.9. هنا هيبقى في قيمة برضه للكي فاكتور اللي هي 5.6، وهنا السبرينكلر إليفيشن هيبقى 10، بعد كده هيبقى فيه مشترك. بعد كده من نقطة 19 إلى نقطة المقابلة ليها اللي هي النود رقم 8، يبقى هنا إلى من 19 إلى 8، يبقى هتلاقي القطر بتاعي 1.5، والطول 30 متر زي اللي فاتت بالظبط. بعد كده مش هيبقى فيه طبعا أي فيتنج موجودة. بعد كده هنيجي من نقطة 15 إلى نقطة 20، يبقى من نقطة 15 إلى نقطة 20، فهتبص تلاقي إن القطر بتاعي 2.5، الطول نفسه هيبقى كام؟ هيبقى 4 متر. بعد كده عندك الإليفيشن 10، هنا هيبقى فيه مشترك، هيبقى فيه مشترك، تمام. بعد كده عندك من نقطة 20 إلى نقطة 21 هيبقى ده 1.5، وبعد كده عند نقطة 21 الطول بتاعي بقى 2.9. بعد كده في قيمة للكي فاكتور هنا هي عند نقطة 21، بعد كده ده 10، وهنا هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مشترك اللي هو ايتي. بعد كده من نقطة 21 إلى نقطة 22 هيبقى فيه 1.5، طبعا هنفضل مستمرين كده إلى نقطة اللي هي 24، تمام. يبقى هنا الدنس هتلاقيه برضه 2.9، هنا في سبرينكلر، بعد كده الاليفيشن 10، بعد كده هتلاقي الستاندرد فيتنج تي. بعد كده نقطة 22 إلى نقطة 23 هتلاقي القطر برضه 1.5، وعندي اللي هو اللينس 2.9، وفي قيمة للكي فاكتور هنا 10، وبعد كده هيبقى في اللي هو المشترك تي. بعد كده نقطة 23 إلى نقطة 24 أهو بالشكل ده، يبقى هنا هتلاقيها 1.5 بوصة، واللينس عندي هيبقى 2.9، تمام. طيب بعد كده هتلاقي اللي هو ايه ده اللي هي قيمة الكي فاكتور عند نقطة 24، بعد كده ده هيبقى 10، وهيبقى فيه بعد كده مشترك. بعد كده من نقطة 24 إلى نقطة كام؟ حد مركز؟ يبقى ايه؟ هتلاقيها نقطة كام؟ 7، عرفت من ان هي 7 اهو، يبقى هتلاقيه البرانش ده، يبقى المفروض من كتر بصك للايزومتريك هتلاقيه اترسم في دماغك اوتوماتيك. يبقى من 24 لنقطة 7 هتلاقي هنا الطول بتاعي أو القطر بتاعي 1.5، واللينس هتلاقيه 30 متر، ومفيش أي فيتنج موجود عندي، والإليفيشن هيبقى برضه 10. بعد كده هنيجي من النقطة بقى اللي هي 25، تمام، أو من نقطة 20 إلى نقطة 25، يبقى من 20 إلى نقطة 25 القطر هنا 2.5، والطول هيبقى 4، وعندي بعد كده مفيش قيمة ليه الكي فاكتور، هنا هيبقى الفيشن 10، هيبقى فيه مشترك اللي هو التي. هدخل برضو ايه اللي هي الماسورة اللي هي 25 والنقطة رقم 6، يبقى هنا 25 ل 6
القطر ده كام؟ هيبقى 1.5، والطول بتاعي كام؟ هيبقى كام؟ تعالى نشوفه مع بعض. يبقى هنا هتلاقي ادي 6.5، وهنا 25، يبقى هنا 31.5، و31.5 و7 هتلاقيها كام؟ 38.5، يعني 39 متر. طيب يبقى هنا الطول الكلي هيبقى 39 متر. بعد كده ده هيبقى الاليفيشن عندي هنا ب 10، تمام. هدخل المشتركات، لا مفيش هنا اي مشتركات لان انا دخلت فعلا من قبل كده عند نقطة اللي هي رقم 6، تمام. بعد كده هنمسك اللي هي نقطة من 25 ل 26، يبقى 25 الى 26. القطر عندي هنا 2.5 بوصة، واللينس هيبقى 4 متر، وبعد كده ده هيبقى اللي هو 10 متر. بعد كده هيبقى فيه فيتنج اللي هو التي. بعد كده من نقطة 26 إلى نقطة كام بقى؟ تعال نشوف، إلى نقطة رقم 5. يبقى هنا إلى نقطة رقم 5، تمام. القطر بتاعي 1.5، واللينس خلاص هيبقى 39 متر، تمام. ومفيش أي إيه؟ مفيش أي فيتنج موجود عندي. بعد كده من 26 ل 27، يبقى 26 إلى نقطة اللي هي 27. يبقى هنا برضو القطر عندي هنا 1.5، واللينس هيبقى 4 متر، إليفيشن 10، هيبقى فيه برضو فيتنج اللي هو التي اللي هو من 26 ل 27. بعد كده من 27 إلى نقطة اللي هي 36، إلى 36 القطر بتاعي هنا 1.5، واللينس هيبقى 39 متر، والإليفيشن 10، ومش هيبقى فيه أي فيتنج موجود عندي. طيب بعد كده من نقطة 27 إلى نقطة 28، نقطة 27 إلى نقطة 28، يبقى هنا هتلاقيها 2.5 بوصة. بعد كده هيبقى الطول بتاعي 4، وهنا ده 10، وهيبقى فيه مشترك اللي هو التي. بعد كده عندك من نقطة 28 إلى نقطة كام بقى؟ إلى نقطة 35 اللي هو ده، تمام. يبقى إلى نقطة 35 هيبقى هنا القطر 1.5، اللينس 39 متر، وبعد كده الإليفيشن 10، ومش هيبقى فيه أي فيتنج موجود على الماسورة دي. ليه؟ لأن إحنا دخلناها قبل كده عند إيه؟ عند النقطة دي. بعد كده من نقطة 28 إلى 29، يبقى 28 إلى نقطة 29، يبقى القطر هتلاقيه 1.5، سوري هيبقى 2.5، ده هو من 28 إلى 29. الطول بتاعي قد إيه؟ يبقى هتلاقيه 4 متر. بعد كده الإليفيشن 10، وهيبقى فيه كمان إيه؟ هيبقى فيه مشترك. بعد كده من نقطة 29 إلى نقطة 34، بالشكل ده هتلاقيها القطر بتاعها 1.5، والطول 39 متر، إليفيشن 10، تمام. يبقى كده خلصنا لحد الماسورة دهيت. بعد كده هناخد من 29 إلى 30، يبقى من 29 إلى 30 هتلاقي القطر عندك هنا 2.5 بوصة. الأطوال هتلاقي ده 6.5، وهنا 4.2، يعني تقريبا ناخدها 11 متر، يبقى ده 11 متر. الإليفيشن 10، هيبقى فيه فيتنج، هيبقى فيه 2 إلبو أهو، أدي 1 2، وهيبقى فيه مشترك، يبقى 2 إلبو تي، 2 إلبو تي. بعد كده نقطة 30 إلى نقطة كام بقى؟ 33. تعال نشوف كده مع بعض، يبقى من نقطة 30 أهو إلى نقطة 33 فعلا.
طيب الطول ده قد ايه؟ يبقى هتلاقي 25 زائد اللي هو السبعة، يعني حوالي 32 متر. يبقى الطول ده كام؟ 32 متر، والقطر 1.5 بوصة. بعد كده الاليفيشن 10. بعد كده مش هيبقى فيه أي مشتركات، أو هيبقى مش هيبقى فيه أي فيتنج، لأن أنا دخلتهم قبل كده عند النودز ده. بعد كده من 30 إلى 31، يبقى هنا آدي 30 إلى النقطة اللي هي رقم 31، فهتلاقيها 2.5 بوصة، والطول بتاعي هيبقى 4 متر، يبقى 4000 المفروض، تمام؟ يبقى 4 متر. يبقى هنا هندخل دي 4 ودي هتبقى 10، هيبقى فيه مشترك اللي هو عند النقطة اللي هي 31. بعد كده من 31 إلى 32، إلى النقطة اللي هي 32، هتبقى ده 1.5 بوصة. وبعد كده هيبقى اللي هو الطول بتاعي هيبقى 25 متر أهو. يبقى الطول ده هو نفس الطول ده، هتلاقيه كام؟ هتلاقيه 25 متر، تمام. بعد كده هتلاقيه 25 متر، تمام. بعد كده هيبقى فيه، هل هيبقى فيه فيتنج؟ مش هيبقى فيه أي فيتنج على البرانش نفسه. يبقى هنا النقطة رقم إيه؟ نقطة رقم 10، والطول عندي هنا اللي هو من 31 إلى 2، يبقى هنا الطول عندي كام؟ 25 متر، تمام. يبقى أنا كده انتهيت من إيه؟ انتهيت تماما من القصة ده، هي ان انا دخلت كل البيانات او كل الداتا الخاصة بالبايبنج الموجودة عندي داخل الشبكة بتاعتي. نبدأ بقى ايه؟ تمام. طيب نبدأ بعد كده ننفذ الحسابات دهيت ونشوف اللي هيطلع معانا من ناحية الكيو والهيد. نعمل كالكوليشن. طبعا احنا عايزين الترومبة ده، هي البي اس اي هيبقى 7 بي اس اي. بعد كده ده هيبقى الانيشال دامبنج 4، وده اللي هو هيبقى 1، تمام. بعد كده ده هيبقى 1 من 1000 او 1 من 100. بعد كده ده هنخليه 20 فيت بير سكند شرط لينا عشان خاطر نعرف اذا كان السايز بتاع المواسير ده كبير ولا صغير. بعد كده ندوس كالكوليشن، فتبص تلاقي ان ماكسيمم السرعه عندي هنا 16 فيت بير سكند، يبقى كده مقبوله خالص. وعندي هنا اللي هو النمبر اوف يونيك بايب سكشن، يبقى عدد السكشن بتاعت البايب اللي انا دخلتها في البرنامج هتلاقيها 40، وعدد الرشاشات اللي هتطلع فلو هيبقى 12 رشاش. السبريكلر فلو هتلاقيه 239 زائد الالاونس اللي هو 100، وبالتالي هنا قيمة الفلو نفسها اللي عاوزها من الطولمبة اللي هي 339، وقيمة البريشر لو حولناها للبار هتلاقيها 3.6 من 10 بار، تمام. لو نفتكر كده لما جينا حسبنا القصة دي بطريقة مانيوال، فلقينا ان البريشر اللي انا محتاجه كام؟ كان 3.4 من 10 بار. البرنامج نفسه طلعها كام؟ يبقى طلعها 3.6 من 10 بار. يبقى هنا قدرت بالطريقه ديت ان انا اوجد ايه؟ اوجد الهيد واوجد الكيو. اللازمه ليه تشغيل ايه؟ اللازمه ليه تشغيل الترومبه، وتاكدت ان المقاسات اللي انا اخدتها مش لا كبيره ولا صغيره، لا مناسبه خالص من حيث السرعات اللي موجوده عندي، تمام. نسيب الكلام ده بقى ونرجع نعمل الحسابات مرة تانية، بس هنا اهو هنسيبه. بعد كده تعالى نكوبير الفايل ده تاني،
وهنشتغل عليه بقى بالاوبشن الثاني اهو، هنسميها اوبشن 2. تمام، هاجي هنا بقى اعمل ايه؟ هيبقى نفس القصه، هي نفس الداتا، هي مش هغير فيها اي حاجه. هاجي بقى في الانتر ايديت باي داتا، تمام. هيبقى نفس القصه، هي من ناحيه ايه، من اول نود واحد الى نقطه اربعه، تمام. يبقى مش هغير في النودز ديت او في المدخلات بتاعه البايب داتا دي، تمام. انا دلوقتي هستخدم اللي هو الجريد بيلدر، يبقى من واحد الى اربعه، يبقى مش هغير فيه اي حاجه، اخليهم زي ما هما. هلغي بس البايب اللي هي من اول اربعه، من اول اربعه خمسه الى نهايه البايب اللي انا استخدمتها. طيب عشان تعمل القصه دهيت، اما انك بتدوس ان اكتف، يبقى هنا مش بتدخل معاك المواسير دهيت في الحسابات، او انك بتعمل ديليت تماما للمواسير دهيت. فممكن اقول له ان هي مثلا من نقطه 4 الى اكتر نود احنا استخدمناها، او اكبر نود احنا استخدمناها، اللي هي كانت نقطه كام، اللي هي نقطه 34. فلو دوست جلوبال اديتور، يبقى هنا النود من أربعة، أو خليها من خمسة، تو نمبر اللي هي 34، تمام. الماتيريال بتاعتها اللي هي أربعة، يبقى أعمل لها إيه؟ أعمل لها ديليت، أقول لها يس، أوكي. نرجع كده للبايب داتا، فمش هتلاقي عندك هنا ايه غير اللي هي البايبس اللي هي عندي من نقطة واحد الى نقطة ايه، الى نقطة اربعة. يبقى ده التو اوبشن، انك تستخدم الجلوبال اديتور انك تحذف المواسير اللي انت مش عايز تدخلها معاك في الحساب، او انك ايه، او انك تدوس على البايب ان اكتف بحيث ان هي ما تدخلش معاك في الحساب. بعد كده ادوس على الجريد بيلدر. الجريد بيلدر مهم جدا ان انا ابص للشكل بتاعه واشوف ايه البيانات اللي هو محتاجها. أول حاجة بالنسبة لي الماتيريال هتلاقيها رقم 4. بعد كده ده بيقول لي بيراميتر بايب، بيراميتر بايب اللي هي إيه، اللوبة يعني، أو المين بايب. هتلاقي القطر بتاعها اللي إحنا عملنا له سيلكشن أو اخترناه، اللي هو 2.5 بوصة، وسيب حكاية التايب، تمام. يبقى التايب ده هي لما بيبقى فيه أكتر من جروب، مثلا أنت عايز تعمل أكتر من سيناريو من الحسابات، أو مش عارف الأريا فين بالظبط اللي هي الابعد عن الترومبا، يبقى هنا بتدخل تايب واحد او اثنين او ثلاثه وهكذا. فسيب التايب ده هي. بعد كده عندك برانش لاين بايب، ويبقى الماتيريال بتاعتي اللي هي سكيدو 40، وبعد كده الدايمتر هيبقى 1.5 بوصه. بعد كده الجنرال جريد داتا، الاليفيشن عندي كام قدم، يبقى هنا ممكن نحول من القدم دوت للمتر، فهنحطها كام متر، يبقى هنا 10 متر. بعد كده الكي فاكتور هتلاقيها 5.6. بعد كده سيبك من الاريا جروب، مش بندخلها برضو. السبرينكلر اريا بالقدم المربع هتلاقيها كام، يبقى هنا 130. يبقى السبرينكلر اريا بالقدم المربع هتلاقيها كام، هتلاقيها 130. بعد كده هندخل الداتا دهيت وفقا للداتا اللي هو طالبها من الرسم ده. فاول حاجه النودر نمبرنج انكريمنت، يبقى نخليه مثلا ماشيها كام، يبقى ماشيها واحد، يبقى معناها ان هو هيمشي واحد اتنين تلاتة وهكذا. عايز تخليها 10، يبقى 10 20 30 وهكذا. بعد كده ايه اللي هو الجريد سورس نود نمبر، تمام. يبقى هنا النود نمبر اللي هو السورس بتاعي اللي هي عند نقطة ايه، اللي هي رقم 4، اللي هي موجودة فين، اللي هي موجودة في البايب داتا، تمام. يعني الدخلة الرئيسية على اللي هي المين لوب الموجودة عندك، يبقى هي نقطة 4. بعد كده بيعوز إيه بعض الأطوال، يبقى نحول أولا الأطوال دهيت للمتر، تعالى كده نحولها للمتر كلها كده،
كده ادي المتر اهو بالمتر الثانية برضو. تعالى بقى نشوف اللي هو البي. البي بيقول لك المسافة اللي هي ما بين السورس ده والسايد بتاع ايه؟ والسايد بتاع اللوب. تمام؟ يبقى انا لو بصيت لي الشبكة من تحت كده يبقى تبص لها البعد ده اللي هو اليمين. طيب البعد اليمين ده قد ايه؟ يبقى هنا ادي 4 متر وادي 4 متر، يبقى ادي واحد، يبقى هنا ادي نص متر. طب ادي 1 2 3. طيب نقيس الطول ده، طيب حتى من على البلان بلاش من الايزومتريك، يبقى من هنا الى هنا اهو من الداخلة الرئيسية الى اللوبة هنا هتلاقي تقريبا كام؟ 20 متر. يبقى هنا هندخل دي 20 متر. بعد كده النقطة رقم C اللي هي distance to first branch، يبقى distance to first branch تعال نشوف كده. اللي هي النقطة رقم C تمام، اللي هي موازية للـ source pipe بتاعتي. دي هي نقطة رقم C أو البعد رقم C من أول الـ A لحد الـ branch دهيت. فهيبقى الطول ده كام؟ تعال نشوفه. هتلاقيه كام؟ 1.48 أو 1.5 متر. يبقى هنا هيبقى 1.5 متر. بعد كده الـ distance between branch lines، يبقى هنا المسافة ما بين البرانش والتاني قد ايه؟ يبقى تعالى نقيسها كده اهو. معلش تعالى نحاول بقى اللي هو سناب اند جريد اللي هي ريكتانجل عشان خاطر بس ايه الدنيا تظبط. يبقى المسافة دي كام؟ 4 متر. يبقى دي المسافة بين البرانش والتاني 4 متر. بعد كده number of branch lines، يبقى عدد البرانشات الموجودة عندي. يبقى number of branch lines الموجودة عندي هنا، يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هنا 10 برانشات. تمام؟ طيب نخليها ديت مؤقتا كده لحد ما نشوف هيرسمها بالشكل ازاي. بعد كده left side distance from parameter to first sprinkler اللي هي المسافة ال F، يبقى المسافة دي لحد أول رشاش موجود عندي هنا اللي هو الطول ده كده، فتلاقيه كام؟ تقريبا متر. يبقى ده هنخليها متر. بعد كده distance between sprinkler head هيبقى كام؟ هيبقى 2.9 من 10. number of sprinkler head per branch يبقى هتلاقيه أربع sprinkler، هو ده اللي هندخله في الحسابات بتاعتنا. يبقى number of sprinkler head per branch هيبقى 4 بير برانش. رايت سايد ديستانس فروم لاست سبرينكلر تو بيرامتر اللي هو المسافة ال i، يبقى المسافة دي قد ايه؟ هتلاقيها تقريبا كام؟ ناخد البعد الأكبر فهتلاقيها تقريبا 30 متر أهو. يبقى هنا هتبقى 30 متر. طيب عدد البرانشات، يبقى هدخل بس عدد البرانشات اللي هو داخل معايا في الديزاين اريا فقط. يبقى هنا مش بدخل كل البرانشات، لا هدخل بس 3 برانشات اللي هما داخلين معايا في الديزاين. بعد كده بقول له ايه؟ بقول له جريد كريشن
يس. بعد كده ديسبلاي نتورك اهو، يبقى هنا رسم لي الشبكه بتاعتي تمام اللي هيعمل عليها الحسابات. وبعد كده بروح دايس كالكوليت، يبقى 7 هنا ده 15 نفس الارقام هي هي. وبعد كده ادوس كالكوليت طيب دي نخليها ماشي. واحد ايه اللي هو جريد سورس نود نمبر اللي هو رقم 4 من 3 ل 4 تمام. طيب تعال نشوف بقى الايرور بقى اللي طلع معايا ده، بيقول لي نود 4 belongs to an isolated section of the network. يبقى هنا ادي واحد هنا نسينا نحط اللي هو mark in flow node تمام. تعالى بقى نحسب كده، يبقى كده لغى لك اللي هو ايه الايرور اللي طالع عندك. يبقى طلع لك فعلا قيمة الجي بي ام كام 338 جي بي ام، وقيمة البريشر قد ايه 49 بي اس اي، لما تحولها تلاقيها 3.4 بار. يبقى هتلاقيها نفس القيم هي هي اللي استخدمناها فين او اللي عملناها بالطريقة العادية اللي هي بالبايب داتا تمام. نفس القيم هي هي اللي طلعت معايا، ان في عندي هنا فعلا 12 رشاش وماكسيمم السرعة تقريبا 16 قدم بير سكند تمام. وهتلاقي ان قيمة الفلو اللي هي 238، وبعد كده هتلاقي اللي هو الماكسيموم او الابعد سبرينكلر اللي هو رقم 23، وبيطلع 19.5 جي بي ام. قيمة البريشر اللي انا عايزها 3.4 بار، والفلو 338. الاثنين اوبشن متاحين، ايهما اسهل في الادخال يبقى تقدر تستخدمه تمام. يبقى قدرت كده بمدخلات بسيطة انت عملتها هنا للجريد سيستم بتاعك، انك تقدر تحسب السيستم بشكل كامل من غير ما تدخل البايب كلها اللي هي موجودة عندك هنا تمام. حبيت تدخل البايب كلها عشان تتأكد برضه من الحسابات، يبقى ده اوبشن متاح وده اوبشن متاح. ايهما استخدمت هيدي لك ان شاء الله نتائج تقريبيه او نتائج الى حد كبير متساويه من بعض. ده باذن الله كده اخر حلقه، اخر حلقه ان شاء الله في السلسله اللي هي خاصه بالسبرينكلر سيستم والديزاين بتاعها والحسابات. وباذن الله بعد كده هنبدا في سلسله تانية اللي هي خاصه بالستاند بايب سيستم، اللي هي انواع الكباين وايه المسافات الارتحاليه اللي بوزع عليها، وهي الشروط بتاعة الكود الخاص بيها اللي هو كود MFV14، ايه الاشارات اللي بينصها الكود ده من ناحية الضغوط والفلو للكباين. وكذلك برضه هنتعرض للاشتراطات الخاصة بالكود المصري في الجزئية دي، وازاي ان انا بعمل لها ديزاين واعمل كمان حسابات الهيدروليكية الخاصة بيها، سواء كان بطريقة مانيوال او بطريقة او باستخدام اللي هو برنامج الايه. أشكركم وأنا آسف إن أنا أطلت عليكم، وبإذن الله نتقابل في محاضرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.